السلام عليكم. أخذنا في الحصص الماضية والمقاطع الماضية أنواع الجمل، قلنا أنها فعلية تكون من فعل وفاعل مفعول به، وأخذنا عنهم شو الأمور كلها. اليوم رح نحكي عن الجملة الإسمية. طب مين هي الجملة الإسمية أستاذ علي؟ هي الجملة التي تبدأ باسم. طيب تمام، شو مكوناتها؟ أحكي لك مكونات الجملة الإسمية هي مبتدأ وخبر أمور. طب أستاذ كيف تعرف المبتدأ كيف تعرف الخبر؟ نحكي لك عنهم هسا يا حبيبي. لو نظرنا إلى هاي الجمل، المؤمن صابر، العلم نور، الجو صافٍ. لو حكينا المؤمن اسم بلشت فيه الجملة، بتقول لي آه هو مبتدأ. طب شمال المؤمن صابر فهو خبر، وكذلك الأمر. في المثال الأشهر اللي ما في غيره دائما، العلم نور، العلم اسم بدأت فيه الجملة مبتدأ، ونور هو خبر أخبرني عنه شمال العلم. وكذلك الأمر في الجو صافٍ، وهيك مبتدأ وخبر. يا شباب ويا صبايا، نلتقي في مقطع آخر.